ثمانية فتومار إبرست يوحنا المعاون البطريركي لكنيسة المشرق الآشورية، زيارة قام بها إلى المملكة شملت كلا من دير اللاتين في ماركا الشمالية ومقر مطرانية اللاتين في عمان والسفارتين البابوية والعراقية في الأردن. وقال سيادته إن الزيارة تهدف إلى الإطمئنان على أحوال أبناء الرعية الآشورية المقيمين في الأردن والذين يبلغ عددهم حوالي 300 عائلة، والوقوف على احتياجاتهم واللقاء بكهنة الكنائس الشقيقة والجهات المعنية بشؤون اللاجئين في الأردن. كما أقام نيافته خلال الزيارة قداسين إلهيين في الفحيص ودير اللاتين بماركا الشمالية بحضور جمع غفير من أبناء الرعية الآشورية، معرباً نيافته عن امتنانه لهذه الزيارة وشكره البالغ للأردن ملكاً وحكومة وشعباً على حسن الضيافة التي يلقاها اللاجئون العراقيون في المملكة. كانت بزيارة رعوية للجالية هون، لجاليتنا الأشورية من كنيسة المشرق هون بالأردن. الزيارة طولت تقريباً شي أسبوع. كان الهدف منا أنه لنطلع على أحوال الجالية هون اللي هن غالبيتهم طبعا من المهجرين يلي تركوا بيوتهم، تركوا مدنهم وطلعوا لهون، وهن طبعا ناطرين هون لتصير أوراقهم ليسافروا برا. فكنا هون لنشوف أحوالهم ونحاول قدر الإمكان أنه لنساعدهم، مش بس بحضورنا للخدمة الروحية وأنه نطمن على وضعنا الروحي هون كجماعة مسيحية، ولكن أيضا كنقول من وضعنا الاقتصادي والوضع نقول الاجتماعي هون، كيف عايشين، شو عاملين، قدي بينطروا وكيف وضعهم بالعموم. يعني اللي لقيناه هون كتر خير الله أنه طبعا موضوع النطرة هو صعب، انه الانتظار صعب، بس كتر خير الله انه الكنائس هون كتر خيرون، يعني انه ما بيأثروا معنا بولا شيء. كل الكنائس بدون استثناء، ما في اذكر اسامي، لكن الكل بيساعد قدر الامكان الجاليات العراقية وخصوصا المسيحية منا، انه الكنائس بكهنتهم بمطارنتهم كلهم قريبين على اولادنا هون بالجالية العراقية. مشان هيك نحن بنتشكرهم طبعا، وبنتشكر اول شيء طبعا بالبداية قبل كل شيء المملكة الأردنية بشخص الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية على تعبهم وعلى قبولهم انه لا ياخذوا هالمسؤولية على عاتقهم، وانه يضموا العراقية هون بالأردن ويتحملوا هالصعوبات الإنسانية اللي كانوا هن بيعيشوها بالعراق.